بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة، المادة تربية دينية إسلامية، الصف الأول الابتدائي. معكم مدرس المادة حسن سعيد محمد حسن. درس اليوم تدريبات على سورة الفلق والناس. السؤال الأول، أجب شفهيا. ألف، قل أعوذ بربي نقط، قل أعوذ برب الناس من شري، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شري نقط، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا نقط، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في نقط، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا نقط، ومن شر حاسد إذا حسد. ب، قل أعوذ بربي نقط، قل أعوذ برب الناس ملك نقط، ملك الناس إلهي نقط، إله الناس من شر نقط، من شر الوسواس الخناس. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق إلى قوله إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. ب، اقرأ من قوله تعالى قل أعوذ برب الناس إلى قوله من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السؤال الثاني، تخير الصواب مما بين القوسين. ألف، الفلق معناها المساء أم الصبح أم الظهر؟ الإجابة الصحيحة هي الصبح، الفلق معناها الصبح. ب، غاسق، غاسق معناها الليل النهار العصر. الإجابة الصحيحة هي الليل. جيم، النفاثات في العقد معناها المغنيات العازفات الساحرات. الإجابة الصحيحة هي الساحرات. السؤال الرابع، صل من المجموعة ألف بما يناسبه من المجموعة باء. الجملة الأولى، قل أعوذ بربي الساحرات الفلق في صدور الناس. الإجابة الصحيحة قل أعوذ برب الفلق الذي يوسوس الساحرات في صدور الناس. الإجابة الصحيحة الذي يوسوس في صدور الناس. النفاثات في العقد معناها الساحرات. السؤال السادس، ضع علامة
صح أو علامة خطأ أمام ما يلي: ألف: الله خلق الليل والنهار. الله خلق الليل والنهار، الإجابة صحيحة. ب: الشيطان يوسوس للإنسان. الشيطان يوسوس للإنسان، الإجابة صحيحة. ج: الحسد شيء قبيح. الحسد شيء قبيح، الإجابة صحيحة. بهذا تكون قد انتهت تدريباتنا لهذا الدرس. أسأل الله لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.